لن أطيل عليكم أبدا. كتبوا على قبر السيدة زينب ما يسمى بمنافقي الجيش الحر. أكرر، منافقي الجيش الحر، إذا ذهبتم فخذوها معكم. ناخذ من ويانا لما نروح؟ ها زينب ما تجي إلا بكفالة. ناخذ من ويانا لما نروح؟ ها زينب ما تجي إلا بكفالة، اللي يكفلها شرط من أجله مكسور قلب حتى محمد نفسه واله، وشرط تكون العليم متوجع حسين وجع نازل وياه حتى بخياله، وشرط تكون بجربته مشتر الموت خاطر عطش ما تموت الرسالة، وشرط الزهرة تكون تشيل له جفوف وتقدمه اللي عند رب الجلالة. أقولكم باختصار ناخذ من ويانا لما نروح. زينب ما تجي إلا بكفالة، الكافلها شرط من أجله مكسور قلب حتى محمد نفسه واله، وشرط تكون العليم متوجع حسين وجع نازل وياه حتى بخياله، وشرط تكون بجربته مشتر الموت خاطر عطش ما تموت الرسالة، وشرط الزهرة تكون تشيل له جفوف وتقدمها اللي عند رب الجلالة. شرط الزهرة كون الشيل لجفوف وتقدمهن لعد رب الجلالة. أقلكم باختصار يكون عباس، اسأل أجدادكم تعرف فعالة. شرط الزهرة كون الشيل لجفوف وتقدمهن لعد رب الجلالة. أقلكم باختصار يكون عباس، اسأل أجدادكم تعرف فعالة. الجيش الحر حصيلة عسكر الشام، لابو سفيان مرجع السلالة، نفس المنجنيق اللي هدم البيت، القبر زينب يريدون انتقاله، مقابر آل أمية. الجيش الحر حصيلة عسكر الشام، لابو سفيان مرجع السلالة، مقابر آل أمية تنحم هناك، وقبر زينب مهدد بالإزالة. زينب بنت علي لمشرف الشام، بدل ما تشيلها شيل الزبالة. الجيش الحر حصيلة عسكر الشام، لابو سفيان مرجع السلالة، نفس المنجنيق اللي هدم البيت، القبر زينب يريدون انتقاله، مقابر آل أمية تنحم هناك، وقبر زينب مهدد بالإزالة. زينب بنت علي المشرف الشام، بدل ما تشيلها شيل الزبالة، شيل القاعدة لعرة الجولان، يلبيك الشرف ذب استقالة، أشم بريحة أصلك حرق الخيام. مزابل آل أمية تلحم هناك، وقبر زينب مهدد بالعزالة. زينب بنت علي لمشرف الشام، بدل ما تشيلها شيل الزبالة، شيل القاعدة لعرة الجولان، يلبيك الشرف ذب استقالة، أشم بريحة أصلك حرق الخيام، ووجهك شمر ينطل من خلاله. زينب بنت علي المشرف الشام، بدل ما تشيلها شيل الزبالة، شيل القاعدة لعرة الجولان، يلبيك الشرف ذب استقالة،
أشم بريحة تصلك حرق الخيام ووجهك شمر ينقل من خلاله. تظل ابن الطلقهم جد الحسين، لهذا السبب دبرت اغتياله. يا شامل يطلع زينب يريد نشيل الشام ونحطها ببداله.